امس في كل دول العالم اكيد شفتوا بالسوشيال ميديا الناس والنجوم غيروا اشكالهم، لبسوا اقنعه وتنكروا احتفال بالهالوين. صح، انت تنكرت؟ انا طول عمري متنكر. هالمناسبه عاده كنا بنشوفها بين نجوم الغرب بيحتفلوا فيها اكثر، لكن ايضا النجوم العرب حبوا يشاركوا بالاحتفال وتفننوا بلبس الكوستيومز. دنيا سمير غانم هنأت متابعينها بصور بشخصية زومبي اللي أدتها بمسلسلها الأخير لهفة. وكزومبي أيضاً تنكرت إليزا صدناوي ونشرت الصورة بلاك ان وايت. أمل بوشوشة ما لبست كوستيوم لكنها غيرت شكلها بشوارب وقالت إنها طالعة بتشبه أبوها. وفي باريس هيثم شاكر كان ضحية بوسي شلبي اللي لبست قناع أبيض. حبي حيولي وهالولم يومنا والله قلوبنا كويسة. ولو ما شال الماسك صعب كتير نعرف انه محمد رمضان اللي اعطى للهالوين الروح المصرية، بينما اختار آسر ياسين شخصية هالك. إيساف قضى الهالوين بالستوديو وكتب استوديو عيد الفزع. غادة عبد الرازق ما تنكرت لكنها نشرت صورتين من احتفاليتها بالمناسبة هي ومعاها دمى. ومثلها أمال ماهر اللي نشرت صورة لأطفال متنكرين للهالوين. أما باسكال مش علاني فحضرت زينة الهالوين بنفسها. هيتيني عين هيدا يا ماما، هيدا التم وهيدا الوتوار. زينة عاشور زوجة عمرو دياب نشرت صورة بأي ماسك أسود. ومن النجوم العالميين نشرت تايلر سويفت صورة من طفولتها وهي لابسة كوستيوم تيليتوبيز. ومثل تايلر حبت ماريا كاري انها تعمل ثروباك للهالوين فنشرت صورة قديمة لها بكوستيوم لحورية البحر. وكيم كارداشيان نشرت صورة لبنت اختها كورتني مع بنتها نورث ويست وهم لابسين كوستيوم إلزا وأنا من فيلم فروزن. واكيد الكارداشيانز كان لهم حصة كبيرة بالهالوين، لكن ما حدا ممكن يتغلب على خفة دم إيلين ديجينيرس اللي أعلنت بحلقتها إنها الأخت السادسة للكارداشيان واسمها كارلا، ودخلت نفسها بإعلان الموسم الجديد لا كيبين أب وذ كارداشيانز. جينر علقت على الموضوع فنشرت صورة إيلين وكتبت بما معناه إنه السر انكشف، ابنتي السادسة كارلا، كما أنها أعادت نشر الفيديو. أما بيبل ماجازين فعملت بامبكين بورتريز لعدة سيليبريتيز. يمكن ميريام فارس كانت أول واحدة شاركت جمهورها بصورة من أكثر من أسبوعين تشبه كثير ملابس الهالوين. كثير من الناس استغربوا ليش نزلت هالصورة، لكن أنا أقول لك لعيبة يا ميريام، ظاهر أنك حبيتي تسبق الكل. على فكرة ميريام لبست زي شبيه بزي تنكري، لكن كارداشيان كانت لبسته هي أيضا في الهالوين.